بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا عزيزي المشاهد معكم في حرم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، حينما أعطى لربه كل ما يملك، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فليس بصعب عن الباري عز وجل، ليس بصعب عليه أن يمنح الإمام الحسين ما يملك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فكيف بحسنة الإمام الحسين التي جاد بنفسه من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. أحد الأخوة واقعا في الدول الغربية، ربما في هولندا أو إنجلترا، بعث لي موضوعا وكرامة للإمام سلام الله عليه، أنه أحد النواصب كان قد تزوج من امرأة شيعية فأنجب منها مولود أطلق عليه اسمه عثمان. فحصوا هذا المولود واقعا في المستشفى، تبين أن هذا الطفل مصاب بسرطان الدم، أعاذنا الله وإياكم، إلهي شافي وعافي جميع المرضى. فبقيت الأم تحت العناية المركزة لأنها أصيبت هي أخرى بتمزق في بيت الرحم، يعني لازم يرفعون بيت الرحم للأم، والطفل لأيام بقي من حياته حتى يفارق الدنيا. أحد المشرفات عليها كانت دكتورة طبيبة مسيحية من أصل عراقي، قالت لها: الآن نحن في شهر محرم من الحرام، وقد تكون هذه الدكتورة مطلعة على شعائرنا وكيف نقيم مواكب العزاء للإمام الحسين في العراق. فقالت: بالقرب من دارنا هناك حسينية ويطبخون الطعام، اذهبي خذي منه قليلا من الطعام للتبرك واطلبي حاجتك. قالت أن زوجي لا يؤمن بذلك لأنه ناصبي. فذهبت الدكتورة شخصيا إلى محل الذي يطبخون فيه طعام الإمام الحسين، فجاءتها بإناء فيه طعام، وأخذت كذلك من تراب الزائر القادم إلى الحسينية لإقامة مراسيم العزاء واللطم، قليلا من التراب من تحت أقدام هؤلاء. وهكذا حبنا لأهل البيت بالفطرة، فجاءت وضعت التراب في سراحية من الماء، قربها إناء فيه ماء، وأنطتها أكلت قليلا. ولكن صادف أن هذه الدكتورة المسيحية قد انتقلت إلى منطقة نائية في هولندا، وانقطع أخبار هذه المرأة وكذلك أخبار ولدها. فبعد مرور سنتين عادت هذه الدكتورة المسيحية إلى السوق لتتسوق، هنا صادفت طفلة تعلقت بها. قالت لها الدكتورة: أتعرفينني؟ قالت: وكيف لا، أنا أخت تلك الذي مزق بيت الرحم وولدها كان مصاب بسرطان الدم. تقول الرواية: قلت لها: أين؟ قالت: هذيك قاعدة تتسوق بالسوق. ولدها أين؟ قالت: هذاك، انظري إليه يتمشى خلفها. فجئت إليها، قبلتها وقبلت الطفل،
قالت هذا ما رزقنا الباري عز وجل بشفاعة الحسين، أن الرحم قد شفي والولد قد شفي. ورويت هذه الرواية لأبيه ذلك الرجل الناصبي، قال لا تتحدثين لأحد أبدا، سوف نعمل جوازات هنا باسبورت ونزل إلى كربلاء ونعلن تشيعنا ما بين حبيب والإمام الحسين. انظر، وحينما وصل إلى كربلاء وأعلن تشيعه أطلق على ولده من عثمان إلى حسين. ذات يوم بينما أنا كنت حوالي قبل 4 أو 5 سنوات وأدي الأذان، أذان الظهر في حرم الإمام الحسين، وكانت الكشوانية قريبة إلى المنارة اليمين، والمنارة اللي باتجاه باب الرأس، هناك سمعت صرخة كبيرة من أحد العمال الذين كانوا يحفرون في الحائط، ولكن هناك كيبل من الكهرباء ممدود داخل هذا الحائط وفيه كهرباء، مما جعل هذا العامل يتكهرب بهذه السهولة، ولكن سقط من أعلى السكلة على أشياش كانت طالعة على البناء، فكلنا توقعنا أن الرجل سوف يفارق الحياة. فما أن نزلت من مأذنة ووقفت لأصلي جماعة حتى جاءوا به مهرولين أصحابه إلى المستوصف طبابة الحرم، ثم عاد بعد ذلك كأنه شيء لم يكن وليس فيه أدنى خدش. وهذه كرامة من كرامات أبي عبد الله الحسين. هناك أحد الزائرين الله جل وعلا ينظر إلى ما تخفي الصدور، نية المرء خير من عمله. يوميا يأتي على مدى سنة 12 شهر يتعلق بضريح الإمام الحسين فجرا ثم يذهب لعمله. وذات يوم استأذن من الإمام الحسين، كان على عجالة من أمره، دخل من باب وخرج من باب أخرى، فرآه أحد أصحابه وحط في جعبته أو في جيبه قليل من المال. قال لم ذاك؟ قال قد اشتريت منك هذه الزيارة التي دخلت من هذه الباب وخرجت من الأخرى. يقول راجعت نفسي قلت الحمد لله الذي لم يطلب مني الزيارات القوية والدسمة اللي كنت أتعلق بها في ضريح الإمام الحسين. وعندما وضع رأسه على الوسادة ثاني يوم ليلا جاءه الحسين سلام الله عليه في عالم رؤيا المنام، قال يا عبد الله كم تعلقت بالضريح ولكن نيتك ما كانت خالصة لوجه الله، لم أكن لأتقبل منك تلك نهائيا، ولكن على بساطتك وبالفطرة دخلت من باب وخرجت من باب هذه الذي قبلتها منك، وقد بعتها فأصبح صفر اليدين. هكذا من كرامات المولى أبي عبد الله نستفد ونجعل هذه الكرامة في ميزان حسناتنا إن شاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم عليه أن يوالي ويتمسك بولاية أهل البيت لكي ننعم في الدارين، في دار الدنيا نعيمها وسعادتها في الآخرة. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من كرامات ومناقب أهل البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.